صباح الخير غوان. صباح النور يا أبو. أبو فهمي بابا. شو هالحكي؟ إيه والله. لك والله ما عرفتك يا أبو فهمي، افتكرتك عطيل. ومين هذا عطيل بابا؟ لك هذا جوز ديدموني جارتنا، وليش هيك مشحر وشك بابا؟ آخ آخ يا غوار، شو بدي أحكي لك آخ؟ قول آخ وبيطلع من تمي فتاي النار. هذا كله من الحرامية الملعونة. هل حرامية الملعونة؟ حرامية الملعونة؟ يعني جنس لطيف يا ضربان. مشان الله مشان الله لا تذكرني، مشان الله صار لي 10 ايام وهي حاطه حراشه بحراشي كل ليله كل ليله كل ليله. ايه الله يطعمنا مطعمك. تصور انه ما حبت حدا بكل اهل الحاره غيري. ايه سيدي الله يعمي قلبها. ايه وبعدين؟ لك وينك؟ امبارح كانت المعركه الفاصله بيني وبينها. وأكيد حضرتك خسرت المعركة باعتبار مسود وشك. أخي أنت ما بتفهم تحكي مع الجنس اللطيف. لكن شو جنس لطيف مع لطيف؟ أنت الثاني. شوف إيدي، شوف شوف كلهم خمشين من أظافيرها. شوف شوف. إيه أخي هي هلأ الموضة هيك، الستات المودرن كلهم بيطولوا أظافيرهم مثل خناجر. أنو ست بابا؟ أنو ست؟ أنو ست؟ لكن شو أنت فهمان علي غلط سيدو. شو هالحكي؟ إيه مثل ما عم أقول لك. شو القصة؟ يا سيدي بسيني بسيني. ايه هرة يعني هرة. ايه بسة ايه بسة ايه صار لها 10 ايام تصور وهي كل يوم بتيجي بتاخد طير من طيوري يلي مربيهن انا على الدلال على الغالي. يا ايه سيدي يلا صحتين على قلبها. انت كشاش عموم. يا سيدي امبارح رقبت على المظبوط. ايه اجت وخطي الطير. ايه وهربت حتها ركضت ركضت وراها فاتت على مدخنة فتت وراها. شو يا سيدي؟ على مدخنة فتت وراها. خد وهات هات وخد خد وهات حتى قدرت اخذ خمات الطير من تمها وحطيته بتمي. يا حريشك يا ابو فهمي والله يبري عليك. لك انا بي لك انا لك انا قال لي لم تكن سيبا لك انا تكذب. اخي مو اكلت كذب اكلت كلطات. يستمتك معك يا حبيبي شغله. اخ ارتاح قلبي من ارتاح بالي. يا سيدي شو بدي لك يا مرحوم البي، وين هذا صاحبكم ابو صياح؟ ما رجع من بغداد اخي؟ والله لسه يا ابو فهمي ما رجع من بغداد. لسه عم يتعذب باخراج كيد النفوس تبعه. لك لك مو غريبه هاي لك ابو فهمي؟ واحد مثل ابو صياح رجال زقرتي ومعدل شواربه نص متر يطلع مكتوم ما له ايد بدفاتر الحكومه. شو الحكي؟ والله مثل ما عم اقول. لا 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 مسكين يا ابو صياح. ايه وحسني افندي؟ والله حسني افندي عقبال عندك تجوز من اسبوع. بالله؟ اي نعم. شو الحكي؟ وليش ما عزمتوني على الكتاب يا منظوم؟ يا سيدي كانت الحفلة عائلية ما عازمين حدا غريب وانتهت بطني وبرني. هال 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 والله اخبار طيبة. إيه اللي وان شاء الله انبسط حسني افندي من هالجوازة بقى سيدي. لك من فرحته ليلة الدخلة رمى حاله من الشباك من الطابق الثاني على الطريق. عم تحكي جد؟ ايه والله. وكان صدفة مارق بالشارع تحت الشباك، كان مارق حمار عطاك عمره. حسني افندي الحمار؟ لا 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 زعلتني والله. يا سيدي عن اذنك اخي ابو فهمي. يا سيدو مور نعيما مقدما. الله ينعم عليك ويرحم والدينا والديك يلي اول وشرط اخر سلامي. عال بقى اليوم بدك تدفع اجرة الحمام دبل باعتبار في تغيير لون. ايه اما شو علي ابي بتمون. اعطي مناشف يا ولد. يا سيدي حاضر. ألو نعم نعم حمام الهنا بغداد. ايه هاتي هذا يمكن المعلم ابو صياح. لك ابو فهمي المعلم ابو صياح من بغداد. الو الو يا لطيف شو ابن حلال يا معلم. اهلين وسهلين هلا كنا بذكرك. كل شيء تمام تمام تمام. ايه كيفك شلونك اغاطي؟ ايه احوالي شو ما عيني احوالي شو ما. اطلعي اختي عن الخط عن الخط عيني. ايه لا والله حسني افندي مو هون صار له كم يوم مشغول مشغول غول. ايه والله لقى الكرسي الثالث الثالث الكرسي الثالث الثالث.
عيني والله لا ما لقى في فلوس، طلع له في عروس. اي نعم اتجوز الله يبارك فيك. امتى جاي يا معلم؟ والله اشتقت لأتلاتك. اوعى تروح علي شي بس تجي، عم صمدهم هو عم اعدهم انا. ايه امرك معلم امرك. مع السلامه. مع السلامه عيني. مع السلامه عيني. مع السلامه يا اخوي. مين ابو صياح بيحكي غوار؟ لك ايه حكى المعلم من بغداد. والله لما سمعت صوته نملت رقبتي يا ابو فهمي. يا فهيم بيك. الله يجيبه بالسلامه يا غوار. ان شاء الله. تعال اقول لك فهيم بيك. اخي انا صار وقت واعد حسني افندي روح اطمن عليه شق عليه. يا السبب دير لي بالك على الحمام. تمر هلا بس يطلع ابو فهمي خليه يقعد على الصندوق وانت فوت داوم بالجواني. بدي شغل، بدي غلي باخر النهار لانه علي شويه مصاريف. على عيني يا غوار. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا هيك رح تضلي رايحة جاية ست ام صخر؟ زغى نظري. مو جاي نعود، راح اطق. يا ريت. يا ريت طق. يا ريت تهدي اعصابك وتريحي حالك وتريحيني. ما رح ارتاح لحتى تنفي لي كل الشروط. يا ستي امرك، انا معقول خالف لك اوامر؟ بس طولي بالك علي شوي، لسه امبارح انت من التخت. انا ما بهمني. يلي بعرفه لإمتى رح نضل قاعدين ببيت أخي؟ لك يا مخلوق أخافي ربك، ببيتي القديم ما بلتي تسكني، بيت جديد حطينا 20 خبر عم يدورولنا. مو معقول، لو كنت عم تدور على بيت كنت لقيت. لك يا ستي أنت مالك سمعاني، مالك قاعدة بالبلد؟ اللي بهالأيام الواحد بيلاقي عروس أهون من إنه يلاقي بيت للسكن. عروس؟ بالله بيلبق لك والله. وليه يضرب حظي على هالنصيب اللي إلي. هلا هيك اليوم رح تسمعيني هالكواني؟ انا هيك مو عاجبك تفضل طلقني. يا ريت هاتي لبوس ايدي. مستقلع مني حضرتك. مو عاجبتك يو هلواه هلواه على قامتك ان شاء الله. اذا ضليت تروح وتجي لعند اهل اخي على القهوه وانت تترجى وتتدخل عليه لحتى تشوف قصقوسة تفرق. انا؟ ايه انا رحت لعند اخوك. ايه نعم. الوه الوه على قامتي وقامتك ان شاء الله. على كل حال هلا خبرته على القهوه هو جاي لهون وتصطفل منك له. لا الله يوفقك، هاتي لبوس ايدك. انا غلطان، انا غلطان محو، بس لا تقولي له لابو صخر. ها ليك واجا. يا ساتر استر يا رب. صباح الخير. هذا انت؟ هي نعم انا. صباح الخير يا احلى مدام بهالموسم. اهلا وسهلا. هيك رجال ولا بلاش؟ يعني حرام ما تكون من مصيبه. ميرسي مدام، الله ستر. تفضل. ميرسي مدام.